تشهد محافظة صلاح الدين حالها حال باقي المحافظات العراقية. اليوم المحاكاة بالنسبة للمفوضية في محافظة صلاح الدين، هنالك كل مركز انتخابي هنالك محطة محاكاة واحدة لتجربة الأجهزة. الأجهزة المستخدمة هي أجهزة التحقق وجهاز العدوى الفرز وجهاز الإرسال. هذه الأجهزة يتم تدقيقها. هنالك عملية انتخابية تجريبية تحدث الآن في كل محطة اقتراع في محافظة صلاح الدين. هنالك 38 مركز انتخابي، هنالك اليوم 38 محطة تجري على العملية الانتخابية لتجربة الأجهزة، سرعة إرسال المعلومة، تجربة البطائق الانتخابية وتدقيقها. نعم، ينضم معنا أحد موظفين المفوضية والمركز الانتخابي في محافظة صلاح الدين لكي يطلعنا على أهم الأجهزة اللي موجودة في المراكز الانتخابية اللي يتم بها عملية المحاكاة. نعم، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اليوم شنو هاي العملية اللي تقومون بها؟ طبعا بغرض التحضيرات لإجراء يوم الاقتراع لانتخابات البرلمان المقبلة، لابد من إجراء عملية تيست، وهي المسمى المحاكاة، في جميع مراكز التسجيل المنتشرة على عموم العراق وخاصة صلاح الدين من ضمن المكاتب الانتخابية. هذا الإجراء هو ضمان لعمل الأجهزة تطبيق عملي وعدم الاكتفاء بالتطبيق النظري. اليوم المواطن يريد يعرف مدى دقة هذه الأجهزة، هل هي مضبوطة مؤمنة 100%؟ الأجهزة الآن بعد التحديث والتطوير اللي حصل إلى نرى أنها رصينة ولا يمكن الحشو داخل الصناديق الاقتراع بيوم الاقتراع. ورقة الاقتراع تمر على جهاز التحقق ومن ثم تمر على جهاز العدوى الفرز البيكوز. جهاز العدوى الفرز البيكوز لا يمكن استقبال أي ورقة لم تمر على جهاز التحقق ومسح الباركود الخاص بها، لذلك سوف يمنع منع باتا ادخال اي بطاقة لم تمر على جهاز التحقق.